مشاهدينا، الساعة دلوقتي 8 بتوقيت القاهرة، معتنا مع موجز لأهم الأنباء مع لميا. تفضلي يا لميا. شكرا لك منى. الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت جرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه تابع ببالغ الأسى القصف الإسرائيلي للمستشفى الأهلي المعمدني في قطاع غزة، والذي أسفر عن سقوط مئات الضحايا الأبرياء والجرحى والمصابين من المواطنين الفلسطينيين. وعبر مواقع التواصل الاجتماعي قال الرئيس السيسي إنه يدين بأشد العبارات القصف المتعمد الذي يعد انتهاكا صريحا للقانون الدولي ومقررات الشرعية الدولية والإنسانية، مؤكدا موقف مصر دولة وشعبا رفضها استمرار هذه الممارسات ضد المدنيين ومطالبا بوقفها بشكل فوري. أكدت وزارة الخارجية أنه بالتنسيق بين كل من مصر والأردن والسلطة الفلسطينية تقرر إلغاء القمة الرباعية التي كان مقررا انعقادها في العاصمة الأردنية عمان اليوم. وأوضحت الخارجية أن هذا القرار يأتي على ضوء قصف مستشفى المعمدانية في قطاع غزة وسقوط مئات الضحايا من أبناء الشعب الفلسطيني جراء القصف. كشفت مصادر مطلعة كواليس إلغاء القمة الرباعية بين مصر والأردن وفلسطين مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، والتي كان مقررا عقدها في عمان اليوم، وجاء التأجيل بعد توافق مصري فلسطيني وضغط منهما على الأردن لإلغاء الاجتماع. وأشارت المصادر إلى أن القرار جاء بعد القصف الإسرائيلي الذي تم على مستشفى المعمدني بغزة ووقوع مئات الشهداء والمصابين، وهي الجريمة التي حركت الشارع في غالبية الدول العربية، إذ إن القصف استهدف الأطفال والمدنيين، وهو ما أدى إلى توافق فوري بين مصر وفلسطين على إلغاء الاجتماع وإبلاغ المملكة الأردنية الهاشمية بضرورة إلغائه، رغم تحرك الرئيس الأمريكي ليبدأ جولته في الشرق الأوسط، وهو ما التزمت به الأردن وأعلنته بالفعل. قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن استهداف المستشفى الأهلي جريمة حرب بشعة لا يمكن السكوت عنها أو جعلها تمر بدون حساب. وأضاف الرئيس الفلسطيني أن المخطط الإسرائيلي بتهجير الفلسطينيين من أرض الوطن لن يمر، وسيتم التصدي له بكل السبل، مشيرا إلى أنه يقدر موقف كل الدول العربية التي رفضت التهجير. أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن غضبه وحزنه بسبب قصف المستشفى الأهلي في غزة، وقال بايدن إنه أعطى توجيهات لفريقه للأمن القومي بمواصلة جمع معلومات بشأن ما جرى بالتحديد. أعلن مجلس نقابة الصحفيين عن إدانته لاستهداف إسرائيل المستشفى المعمداني في قطاع غزة الذي أسفر عن سقوط مئات الشهداء والجرحى والمصابين من المواطنين الفلسطينيين. وأكدت نقابة الصحفيين أن ما ترتكبه إسرائيل من قصف متعمد لمنشآت وأهداف مدنية يعد انتهاكا لأحكام القانون الدولي والإنساني ولأبسط قيم الإنسانية. أعلنت جامعة الدول العربية تنكيس الأعلام لمدة 3 أيام حدادا على سقوط المئات من الشهداء والجرحى في استهداف إسرائيل للمستشفى المعمدني في غزة. وطلب الأمين العام المساعد للجامعة العربية السفير حسام زكي بتنكيس أعلام الجامعة حدادا على استهداف إسرائيل نزلاء المستشفى العزل. أدانت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين انتهاكات إسرائيل بحق المدنيين والنساء والأطفال في فلسطين، وذلك بعد قصف إسرائيل المستشفى المعمدني بقطاع غزة، مما أسفر عن استشهاد مئات المدنيين معظمهم من النساء والأطفال. وأكدت التنسيقية أن استهداف المستشفيات بالقصف يعتبر جريمة حرب وانتهاكا صارخا لاتفاقيات جنيف المتعلقة بمعاملة المدنيين وقت الحرب، مضيفة أن ما يجري من استهداف ممنهج للأطفال والمدنيين يعد كذلك جريمة حرب مكتملة الأركان تنتهك القانون الدولي الإنساني وكافة عهود ومعاهدات حقوق الإنسان الدولية.
أدانت الشركة المتحدة للخدمة الإعلامية قصف إسرائيل مستشفى فلسطيني بغزة ومقتل الأبرياء والمرضى والأطفال بما يعتبر جرائم تمارسها سلطات إسرائيل. وأكدت الشركة المتحدة أنها تدين الجريمة التي تصل إلى حد المجزرة التي ارتكبتها إسرائيل بقصف المستشفى الأهلي المعمداني بغزة وقتل المدنيين واستهداف الأطفال والمواطنين العزل والاستمرار في العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني في تحدي سافر لكل القوانين الدولية التي تمنع استهداف المدنيين والمستشفيات والمدارس. شارك رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي في فعالية الجلسة الافتتاحية للدورة الثالثة من منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي بالعاصمة الصينية بكين والتي يحضرها نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي. وبدأت فعالية المنتدى باستقبال الرئيس الصيني شي جين بينغ للمشاركين من رؤساء الدول والحكومات والتقاط صورة تذكارية جماعية. كما ألقى الرئيس الصيني كلمة رحب في مستهليها بالحضور واستعرض خلالها أبرز النتائج التي تحققت في إطار مبادرة الحزام والطريق والآفاق المستقبلية المنشودة على مدار 10 أعوام منذ انطلاقها. مشاهدينا انتهى موجز الثامنة ونعود لاستكمال باقي فقرة صباح الخير يا مصر بعد الفاصل.